ما الذي حدث قبل هذا الانفجار الكبير؟ هنا يصبح السؤال معقدا ولا نستطيع أن نخمن أي شيء حصل بالفعل قبل ذلك. هل هذا هو كون واحد من مليارات الأكوان؟ هل أن من فعل هذا أو خلق هذا الكون هو أكثر من إله؟ ما الذي يمنع من وجود أكثر من إله؟ لا وجود لمانع، إن إحنا لا نعرف ماذا حصل. هسه ذكرت الآن مثال هيوم اللي رد على هاي المحاجة بأنه هنالك إله واحد خالق للكون. قال إذا إحنا افترضنا الآن موجودين في هذا الجدار أو في هذه الغرفة وهناك عتلة أو ميزان موجود في هذه الجهة وميزان في الجهة الأخرى، لكننا لا نرى ماذا يحصل في الجهة الأخرى، مجرد هناك هاي العتلة مال الميزان، الجانب الأيسر منها أو الأيمن بمنطقتنا والجانب الآخر في المنطقة الأخرى. إحنا عندما نعرف بأن هذا الميزان تم رفعه، شاهدنا أن هذا الميزان ارتفع وحدث شيء ما، لكن لا نعرف من فعل هذا من الجانب الآخر. هل هذا الذي فعل أو خلق هذا الفعل هو واحد أو 10 أو 20 أو 50 أو 100؟ لا نعرف. فبالتالي حجة وجود إله واحد للكون هي حجة ليست منطقية، وممكن الرد عليها بأشكال متعددة. عموما أنا اللي أوصلها للإخوان أنه الفكرة أنه هاي المجادلات العقلية لن تؤدي إلى نتيجة، وأنا أعتبرها مجرد تمارين رياضية أو تمارين عقلية. يعني ما هي مثل ما أعني بتمارين رياضية، مثل ما الطلبة يروحون إلى الجامعات والكليات والمدارس يعطوهم تمارين في الحساب، في الرياضة، في الفيزياء، في قضايا التطبيقية، العلوم التطبيقية، ويجدون الأجوبة عليها. هذه هي مجرد تمارين، وتجد احتمالات و أشياء كثيرة جدا، وبالنتيجة هي لا تعني شيء، لكن هي تعني شيء فقط للأناس الذين لديهم خطاب أيديولوجي يحاولون ترويج لهذا الخطاب وأيضا فرض هذا الخطاب على الآخرين، فيبحثون عن محاججات عقلية وأدلة ويقول لك أنه هذا الاستدلال المنطقي ويلعب معك في هذا الكلام، لكن في الحقيقة المسألة ليست هكذا. الأمر برمته هو مجرد مصالح ومحاولات لفرض شرعي لإقناع الآخرين بأن لدينا شرعية إلهية، وهذه الشرعية نحن وحدنا الذين نمتلكها بينما لا يمتلكها الآخرون، وأن هذا الإله هو الإله الذي يرعانا والذي اختارنا، اختار ديننا وحده عن أديان الآخرين. هذه محاججات أعتقد أصبحت طفولية ولم تعد لم يعد من اللائق لأي إنسان أن يجادل فيها وينافح ويكافح ويعتقد ويتحيز لهذه الحجة أو تلك. الموضوع بسيط، الموضوع أنه كل جماعة لديها رب خاص بها وإله خاص بها، وهو هذا الإله هو الحكومة، هو السلطة التي يعترف بها أو تعترف بها هذه الجماعة، والتي تعترف بقوانينها وشرائعها. فهذه القضايا هي التي يجب أن تحفل بالاهتمام، وهذا الإله هو بالضرورة ليس إله الكون، إن ربما ممثل لإله الكون أو شيء من هذا القبيل، لا نعرف ما هي الحقيقة وهل من الضرورة وجود إله، لا نعرف. لكن هي عموما المسألة الأساسية هي ليس هل هناك إله، هل هناك إنسان، هل نحن قادرين على أن نكون أن نديم علاقة جيدة بيننا بين بعضنا البعض على اختلاف أجناسنا ومعتقداتنا وأفكارنا، وهذا السؤال الأساسي. أما الالتجاء لوجود إله، هذا الإله هو الذي يحظى الذي يحظى تحظى به مجموعة معينة بالاهتمام، وكل ما عدا هذا هم ناس أولاد الذين، هذا فكرة أعتبرها كما قلت طفولية ويجب أن نتجاوزها، والبشرية أكبر الآن من الدخول في هذه السفاسف وهذه الجدالات العقيمة. السؤال الآن هو ليس سؤال ما بعد الموت، وليس سؤال الموت، إنما سؤال الحياة. الآن هل نحن نستطيع أن نعيش بطريقة صحيحة؟ الآن المشكلة مشكلتنا كيف نحيا وليس كيف ماذا يحصل بعد الموت. أنت تعيش بطريقة جيدة، تجيد التعامل مع الآخرين، نصل إلى عقد قانوني وشرعي يديم العلاقات فيما بيننا بدون كونفليكت أو تصادمات. فهذا هو الأمر الجدير بالانتباه. وأما من يجادل في قضايا وجود الله وأن ديني أفضل وأنك كافر وأنا مؤمن، هذه الجدالات لن تنفع بل أضرت، والتاريخ كله شاهد على هذا الموضوع. ومن ما زال يصدق بهذه الأمور هو ضحية أناس وقوى يحاولون استغلال الآخرين وابتزازهم بقضايا لا يدركون مدى خطورتها
خطورة الإيمان والتصديق بها. المسألة هي مسألة كيف نحيا في هذه الحياة وليس كيف أو ما هو مصيرنا بعد الموت. هذا بحث مختلف تماما. شكرا جزيلا وآسف على طالة. مع السلامة.